السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الكرام مشاهدي ومتابعي قناة يسديد تي في في كل مكان، مرحبا بكم في الفيديو الجديد. جيت باش نشارك معكم ولا باش نوريكم، واخا كنا ديجا عارفينها منين بانت ستاسيو ولا الحالة ديال الواتساب، كنا عارفين هاد الميزة يعني، وعارفين طرق باش كتليشارجي ولا باش كتحمل الحالة ولا باش كتليشارجي ستاسيو ديال الواتساب ولا ديال يعني الاصدقاء ديالك اللي موجودين في الواتساب. يمكن لك تحمل الصوره ديالهم ولا الفيديو ديالهم عن طريق التطبيق الذي سوف تجدونه في الديسكريبشن تحت الفيديو. قبل ما نبداو، اذا كنتي كتشاهدني اول مره ولا كنتي ديجا مشترك، كنتمنى انك تدعمني بالضغط على زر لايك والضغط على زر اشتراك وتفعيل زر الجرس. يمكنك استخدام طرق مختلفه لحفظ حالات الواتساب أو ستاتيو ديال واتساب. يقوم واتساب بشكل أساسي بتخزين الحالة في مجلد مؤقت لمدة 24 ساعة فقط، ويمكنك استخدام تطبيق مستكشف الملفات لنسخ هذه الحالة المعينة ونقلها إلى موقع مختلف. إذا قمت بتحميل فايل إكسبلورر ويعني قمت بالبحث عن ملفات، ملفات الواتساب وملفات الستاتيو والكثير والكثير من الأشياء، هناك كما ذكرت العديد والعديد من الطرق لتحميل الحالة على الواتساب أو الستاتيو على الواتساب، تحميل الصور أو الفيديوهات. لكن تطبيقنا اليوم أعزائي الكرام لا يحتاج كل يعني كل هذه الخطوات، فقط قم بتحميل التطبيق كما تشاهد أمامك. عندما تدخل للواتساب وتقوم بمشاهدة الحالة لأصدقائك أو الستاتيو يعني الصور مثل الصور أو الفيديوهات، عندما تنتقل إلى التطبيق، عندما تعود إلى التطبيق سوف تجد كل الفيديوهات التي قمت بمشاهدتها والصور وكل شيء موجود على الصفحة الرئيسية للتطبيق. سوف تجد كل شيء، تجد جهة الصور وجهة الفيديو، ومن ثم يمكنك الضغط على بلاس أو على الزائد الموجودة في التحت، تضغط على بلاس من ثم تضغط على سيف سوف جاردي أو حفظ. يعني صراحة تطبيق جد سهل، هناك العديد من الناس من يعقد هذه الأمور، لكن هو تطبيق سهل جدا. أتمنى أن يكون فيديو اليوم قد نال إعجابكم. لا تنسوا تحفيزي ودعمي بالضغط على زر لايك والضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس. كان معكم سعد من قناة SDTV، مع السلامة.